بقول لك يا عماد، انا مش الشغل، عايز مني حاجه؟ لا شكرا. لو اختي صحيت عرفها اني مشيت الشغل. ماشي، ما انا هشرب الشاي وانا برضه همشي على الشغل. ماشي يا بابا، باي. خلاص ماشي، سلام. انا ماشي يا عماد. خلاص ماشي. يا اختي يا حبيبتي، هي راحت فين؟ ايه يا عماد؟ ايه؟ هي راحت فين؟ مشيت ولا ايه؟ ايوه راحت الشغل. طب كويس. بقول لك ايه يا عماد؟ فكرت في الطلب اللي طلبته منك؟ يو ياسمين، ونبي يا عماد عشان خاطري، لو في ما بيني وما بينك معزه ونبي اعمل لي اللي قلت لك عليه. ياسمين ما ينفعش حتى الطلب ده، بس ونبي معلش. ما ينفعش حتى من ورا اختك ياسمين. لا ياسمين معلش يا عماد عشان خاطري، والله ما هطلب منك اي حاجه تاني، هو ده بس. لو بتحبني بجد اعمله لي. يو ياسمين، يلا ياسمين. مش عارفه اقول لك ايه والله يا عماد. يا نهار اسود، بقى اكيد هي اختي بتلف على جوزي ليه؟ يا ياسمين قبل اختك ما تيجي من الشغل. ايوه فعلا، يلا بس. انا لازم اراقبهم رايحين فين دول. يا عماد معلش حقك عليا، انا عارفه انا تقلت عليك، بس بقول لك عايزين بسرعه نروح نلحق قبل ما اختي ما ترجع من الشغل. ايوه اهم حاجه. مشوا فين؟ شكلهم مشوا كده. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير؟ انت مين؟ ياسمين انت مين يا عم انت وجاي قاعد كده من غير ما تستأذن؟ يا عم اهدى كده يا عموره، جايين نقول لك كلمتين غير شوشره عشان نحل المشكله بتاعتكم دي. وانا مش عايز اتكلم كلمتين. الله، انت مين بقى؟ ما عرفتنيش بنفسك. اهدى اهدى بس يا احمد وشوف هو هيقول لك ايه. انا جوز اختي ياسمين، يعني اعتبرني اخوها الكبير. طب بصراحه كده انا ماليش مزاج ولا دماغ اتكلم دلوقتي. والله يلا قوم بقى، مع السلامه. يا عم يلا، ما تقلقش عليا كده يا احمد. ليه كده بس يا عم؟ بقول لك يلا، انت اللي هتزعل. بقول لك ده عموره، ما تزعلهوش عشان لو زعل انت هتزعل. لا لا، حاضر حاضر، انا تحت امركم. ايه المطلوب مني؟ المطلوب دلوقتي عايزين بقى ايه؟ نكتب على ياسمين رسمي، تكتب عليها كده كده زي الشاطر وبسرعه. سمحت؟ قال لك ايه يا عم؟ ماشي. طب انا مش جاهز، وبعدين ياسمين انت جايبوها انبا عشان اعملوا شويتين دول عليا. ما تقلقش، انا عامل حسابي لكل حاجه. بعد اذنك هات القلم. حساب ايه؟ هو في، انا مش فاهم حاجه يا ياسمين، ما تفهميني في ايه اللي بيحصل؟ انا هفهمك كل حاجه. اسكتي انت يا ياسمين، ما تتكلميش، انا عارف قلب الكتاب ده اللي مديك في داهيه وخلاها الزباله دي عمل فيكي كده. امضي يا شاطر، امضي لحد ما تمضي بقى على سمه الجواز. امضي. لسه انت مستعجل ليه؟ لسه 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 دفتر كتير. مش هو واحد كفايه؟ لا ده الدفتر مليان ورق. يلا يا حبيبي، يلا يلا يا شاطر. سامحني يا احمد، والله ما كنتش عايزه الموضوع يوصل لكده، بس انا ما عرفتش اتصرف ازاي، وهو يعتبر اخويا الكبير فهو اللي جاب لي حقي او اتصرف كده. جاب لك حقك بقى انت تعمل معانا كده يا ياسمين. بص بقى يا شاطر، هتيجي بقى تجيب والدك ووالدتك وتيجي تقابلنا كده ونكتب رسمي؟ ماشي. مش هتيجي يبقى الورق ده هنقدمه ونعرف ناخد حقنا ازاي. لا لا، ورق ايه؟ مستنيك. يلا ياسمين. ما تزعلش يا احمد والنبي. برضه يلا. سلام يا شاطر. تمرنا بأي حاجة؟ تعال. نهار اسود بقى، انت يا ياسمين جايبة له بلطجية؟ أنا مشكر يا أحمد على اللي أنت عملته معايا ده. على يا عماد، أنت في النظر في أي حاجة. بس بالله عليك، اللي حسد دوك يبقى سر، محدش يعرف حاجة. طب يا عماد سرك في بير. أنا فاهم حاجة؟ سلام. سلام. يا عماد يا جوز أختي، أنا مش عارفة أشكرك إزاي. إحنا بس عايزين بس ربنا يسهل ودماغه يلين ويجي يكتب عليك يا ياسمين. اكيد من الاسرات اللي انت خليته مضى عليها ديت هيجي غصب عنه. ده لو شريكي. يلا. وبعدين انا رجلي وقفت من كتر اللف، الارض اتشقت وبلعتهم كده برضو يا عماد، خاين زي بقيه الرجاله. واختي اللي تاخد دماغها دي تلف بيها، يا ترى كان بيتفقوا على ايه؟ يا ترى يا اختي صرح بدماغك ايه؟ انا لازم استناهم في البيت، مفيش حل تاني، مش هلف بالشوارع، هيروحوا فين؟
بس مستناهم في البيت. والله يا مد مش عارفه اشكرك ازاي على وقفتك جنبي دي، انا من غيرك ما اعرفش كنت هعمل ايه، ده انا كنت هتفضح. بصي ياسمين اللي انت عملتيه دوك مش حاجه صغيره يعني، عارف، بس انا بعمل كده عشان خاطر ربنا وعشان خاطر اختك الغلبانه دي، ده لو عرفت ممكن تروح فيها. يلا ماشي 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 يا عماد، ماشي ماشي، لما تيجي لما اعرف، لازم اعرف. يا دماغي دماغي بتشد، كانوا فين وكانوا بيقولوا ايه وبيعملوا ايه وراحوا فين وجوا منين؟ اهدي اهدي اهدي. يا اهلا وسهلا، يا الف مليون اهلا وسهلا، شرفت شرفتوا. كانت خروجه سعيده؟ يا ترى كانت خروجه حلوه؟ يا ريت كانت تبقى خروجه خفيفه. في ايه بس؟ مالك في ايه؟ مالي؟ كنتوا فين؟ كنا فين؟ اسكت انت، كنت فين؟ ايه كنت انا وياسمين في مشوار يعني. مشوار ايه يعني؟ انا عايز اعرف انتوا كنتوا فين وبتعملوا ايه؟ بقول لك انت بتتكلمي معانا بالاسلوب ده في ايه؟ استني يا ياسمين، انت صغيره ما تعرفيش حاجه، قول لي انت دلوقتي كنت فين وبتعملوا ايه؟ في ايه؟ هو ايه؟ بقول لك كنا في مشوار، في ايه؟ انا لو ما عرفتش انتوا كنتوا فين وبتعملوا ايه والله ما انا قاعده في البيت دي دقيقه وهتطلق منك. يا بقول لك ايه؟ انت كده في شكل كده فاهمه الموضوع غلط. انا عايزك تهدى كده. لا انا مش ههدى لما اعرف انتوا كنتوا فين وبتعملوا ايه، ولو ما قلتليش انا هتطلق. يوه بقول لك ايه؟ اهدى كده، انا هسيبك دلوقتي عشان بس شكلك كده سخنانه كده و انا ما لقيتش شلختي. استني بقى، ما لقيتش شلختي ده يديك الدنيا، سايب حريم الدنيا اللي بره وما لقيتش شلختي دي صغيره مش فاهمه حاجه. انت فهمت غلط ولا انت فهمت غلط خالص؟ قولي الصح. بقول لك ايه؟ انا هسيبك كده ساعتين وارجع كده اكون هديت عشان اعرف اكلمك. استغفر الله العظيم يا رب. لا حاجه، اقعدي انت هنا فهميني، اقعدي فهميني ايه اللي بيحصل من ورا ظهري. استغفر الله العظيم، بس دي رجعت بس من الشغل بدري ليه بس النهارده يا رب؟ وبعدين اللي فاهمها ده يودينا كلنا في داهيه. وبعدين طالبه طلاق، انا ممكن اصارحها واقول لها على اللي حصل، بس انا كده لغيت عهدي مع ياسمين كده وفضحتها وكده برضو حرام. يا رب اعمل ايه بس يا رب؟ يا اختي انا هقول لك كل حاجه. احكي لي بس، احكي لي احكي لي عشان اهدى، انا مش هعرف اهدى لما اسمع كل حاجه. عمال انا مصطفى احكي لك، بس انا نفسي كمان برضو يعني مش مصدقه نفسي، هو ازاي عمل كده؟ انا مش مستوعبه. يعني هو ضحك عليك وكلب عقلك؟ بس انا كسفت اقول لك، خفت لا يحصل ما بينكم خراب ومشاكل. طب اهدي اهدي ضحك عليا. اهدي اهدي حبيبتي، انت برضو يعني انت اختي، ابقى لي منه هو الزباله. اهدي بس من هنا ورايح اوعديني انك تقولي لي على كل صغيره وكبيره. والله هقول لك على كل حاجه، بس انا ما كنتش عايزه بيتك يتخرب بسببي. لا هو كده كده اتخرب، ما تقلقيش من الموضوع ده، بس انت لازم تحكي لي على كل صغيره وكبيره، لازم اعرف. يا حبيبتي انا ما فيش الا انت، وبعدين انت مالكيش حد غير ربنا، وانا احكي لي على كل حاجه وما تخافيش، انا يمكن اقدر انقذك، انا اكبر منك. احكي لي كل حاجه بالتفصيل. هو بس جه ضحك عليا بكلمتين، انا بحبك ومعجب بيكي من زمان والكلام ده، فانا كسفت وخفت ان انا اقول لك. انا سمعت كل حاجه، سمعت كل حاجه، سمعت كل حاجه، وكان شك طلع في محله. اكيد اكيد مرضي مش هتعديها كده بالسهل وتفضل سين وجيم. ايوه حلو ان لقيتك، ده انا دايخ عليك يا راجل، قلبت عليك الدنيا. استاذ احمد خير؟ انا بصراحه كده فكرت في كلامك ولقيت ان عندك حق في كل كلمه بتقولها، وانا عايز اتقدم لياسمين رسمي. بجد والله؟ بجد، ومش هقول لك بقى عايز الشيكات والجو ده، لا لو عايز تخليها معاك العمر كله خليها. يعني انت رجعت نفسك؟ ايوه انا رجعت نفسي، وبصراحه انا بحبها وعايزها. طب انت والله العظيم انت جيت في وقتك. ايه يعني؟ بقول لك ايه، يلا بينا يلا بينا، تعال روح لاختها وتاخد معاها ميعاد وتجيب اهلك وتيجي تقابلها. طب مش وقت وعلى طول كده؟ لا 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 ده دلوقتي بالله عليك، يلا تعالى معايا. يلا 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 بينا يلا. خلاص يا ياسمين ما تشغليش بالك، سبحان الله كلها. تعالى اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ياسمين خشي انت جوه. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا وسهلا. الاستاذ احمد شاب كويس وابن حلال وجاي عشان يتقدم لياسمين. الله يكرمك يا استاذ احمد، بص بصراحه كده يعني مش هلاقي احسن منها، وانا جاي دلوقتي عشان اخد ميعاد عشان اقدر اجيب والدي ووالدتي واجي اتقدم لها. طب معلش يا استاذ احمد، ممكن يومين بس كده ونرد عليك؟ يومين بس معلش. طيب لا براحتكم طبعا، قدامكم تفكروا وترد عليا. لا لا ربنا يخليكي، انا بس مستني ردكم في اسرع وقت. ما تعرفش ازاي؟ الله يخليك، وانا اسف اني جيت بقى من غير ميعاد. السلام عليكم. السلام، مين ده كمان؟ انت جايب لي مقاطيع من المقاطيع بتوعك، جايب تفرجهم على البنت، في ايه مش كفايه اللي عملته معاها؟ انت
ما بتزهقش. في ايه؟ ومشي في ايه اللي حصل؟ هو جاي يتقدم واختي قالت له يومين وهرد عليك. ليه يا اختي كده اهو؟ بتطيريه مننا ليه؟ هو ايه اللي طياريه وانت تعرفيه منين؟ وبعدين انا في ايه ولا في ايه؟ انا في المصيبه السوداء اللي انت حكيتها لي ولا انا سمعته بودني ولا اللي انت بتحكيه على اللي ما اعرفوش ده؟ انت حكيت لها؟ حكيت لها؟ عرفت كل حاجه وعرفت كل حاجه وعرفت انك خاين وما تتعاشرش. خاين وما تتعاشرش. انت بتقولي ايه؟ انا العيله اللي انت مربيها على ايدك. ابا بص ايه انت فاهمه ايه؟ بس فهمت كل حاجه. بصي انا بصراحه ضحكت عليكي وخبيت عليكي. هو بصراحه انا كنت بحب احمد دوت وغلطت معاه، وعماد اللي جه يصلح الموضوع وهو اللي وقف معايا. يا لهوي يا عماد، ما تقوليش. طب وليه كده؟ طب وليه ليه 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 تخلوني افهم اللي انا فهمته ده واسمع اللي سمعته ده؟ انا ما رضيتش اقول لك عشان ما تصدميش في اختك. انا اسف يا عماد، حقك عليا. معلش. انت قلت ايه بالظبط؟ معلش. بس سيبك منها هي دلوقتي، وشوفي شوفي صاحبك ده طالما محترم ابن حلال بتتسطر زي. يا ستي مش صاحبي ده، هو بقول لك بيحبوا بعض. حبيبي هذا مش كلمه وتلاقيه فيهم غلط. انا كلمته باسلوب وحش وانا اتعامل مع اختي. خلاص ماشي، هو يومين كده وانا هديله الرد، هرن عليه واقول له موافقين. كده برضه يا اختي تخليني افهم كده؟ الدنيا كانت هتخرب وبيتي كان هيتخرب. استغفر الله العظيم يا رب. حكيت لها ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. استغفر الله العظيم، انا ما عرفتش احكي لها ايه. فرحت قلت لها اي كلام كده، ما تاخدش في بالك. بس اهم حاجه ان انا دلوقتي صلحت اللي حصل وقلت لها. المهم اللي هو ايه، احمد جه والحمد لله كده ولمنا الموضوع. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا اسفه حقك عليا. انا عارفه انا غلطت في حقك. انت هتفضلي صغيره كده، صغيره صغيره ودماغك صغيره. طب وانا اختك احكي لي وانا ساعدك برضو على اللي انت عايزاه، لكن ما تخليش دماغي تلف وتجيب على الفاضي وعلى ليه يا بابا كده؟ بس انا اسفه بجد، سامحني، كنت فاهمه حاجات كتير غلط والدنيا كانت هتخرب. الحمد لله الحمد لله جت على قد كده.